المطالعة والقراءة هي عملية فكرية بحثة تغني العقل وتمكنه من تحصيل بنك معلومات، كتب ومؤلفات، قصص وروايات تحمل في طياتها جملة من المعارف التي تسعف الإنسان في تحقيق ذاته والاطلاع عن العالم. كما أخفى عليكم، المكتبة تقدم عدة خدمات لفائدة روادها، من أهمها هو تشجيعهم على القراءة. الوسائل التي تقوم بها لتشجيع الرواد والقراء على القراءة وهو إعارة الكتب والقيام بعدة أنشطة ثقافية، الهدف الأساسي منها وهو تحبيبهم للكتاب وكيفية استعماله وكيفة الاستفادة منه. تشكل القراءة والمطالعة مصدر العلم والثقافة، إذ تعزز رصيد الإنسان وتنمي قدراته في تحصيل العلم. والقراءة هي مصدر باعث للمتعة والشعور بالارتياح. وفي سياق الموضوع يحكي لنا إبراهيم مرغني عبد الله، موظف في سفارة المملكة السعودية بالرباط، عن علاقته بالكتاب والقراءة. علاقتي مع الكتاب بدأت تقريبا من المرحلة الابتدائية. كان الوقت ذاك زي ما تعرف مسائل الكتاب تتعلق بالقصص والحوارات وكذا الى اخره، فبدت تقريبا مدرسه ابتدائيه في المرحله الوسطى، ثم المرحله الثانويه اللي هي يبدا العقل يتفتح شويه وينفتح على مجال اكبر من الثقافات، سياسيه وقانونيه اقتصاديه الى اخره. تجي المرحله الجامعيه الانسان بيتخصص فيها في مجال معين، لكن بجانب هذا المجال حق الكتب القانونية والاقتصادية، المجالات الأخرى برضو بلقى أحيانا عناوين جيدة تتكلم عن الحياة الاجتماعية أو عن مشاكل اجتماعية أو كذا وكذا، لأنه تكون مربوطة مع بعض الجانب السياسي والاقتصادي، هي الحياة كلها مترابطة. أثبتت العديد من الدراسات التي أنجزها باحثون أمريكيون عن مجموعة من الفوائد الصحية التي تهم تعزيز المهارة الاجتماعية للأشخاص وتحد من إصابتهم بالضعف الإدراكي وتزيد من مستوى الذكاء لدى الأطفال. فما هو إذن شعور الأطفال تجاه القراءة والكتاب؟ علاقتي مع الكتاب علاقة طيبة، تعجبني القراءة بحال باب، القراءة بحال باب انفو الخيال، سي كلكو شوز دو ماجيك، سي ماجيك تي اونتر سي كلكو فوا ديفيسيل دو ساريتي. والديا توما تيساعدوني نقرا، هما توما تيحفزوني نقرا الكتب متنوعة. أقرأ مجموعات من الكتب ولكن أفضل القرآن، ولكن القرآن الكريم هو أول كتاب كل يوم أقرأه وأقرأ وأحفظ سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم لأن تقربا للإله عز وجل. القراءة هي فرصة تأمل وسفر القارئ إلى العالم عبر الروايات والقصص. فاطمة الزهراء فركة طالبة جامعية تحكي لنا عن علاقتها الحميمية بالكتاب. الكتاب بالنسبة لي يعني شي حاجة اللي كنرتاح فيها، يعني كيعجبني نقرأ بزاف، سورتو الروايات أدبية يعني عربية. بالنسبة لي الكتاب كنعيش معه أحسن، يعني نقدر نقرأ قصة ولا شي حاجة في التليفون، ولكن من بعد نقلب عليها كتاب حسن، كتجيني حسن، كنبغي نقرا، كنعيش مع الاحداث، يعني كنرتاح. بالنسبه لي كنبغي نمثل داك الدور ديال الابطال ديال الروايه. في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، عرفت القراءة والإقبال على اقتناء الكتب تراجعاً ملموساً، وأصبحت الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي هي البديل. وارتباطاً بما سبق، يشخص عبد الله بائع الكتب منذ 32 سنة أسباب هذا التراجع. تقريباً من 32 سنة تقريباً ديال المهنة، كاين تاثير دابا حاليا، دابا كاين مقارنه مع شحال هذيك العدد ديال الناس اللي في الرباط كان اقل، ولكن دابا العدد الناس كثير، وفي نفس الوقت رجعات القراءه اقل، يعني بحال السنوات اللي فات. اللي اثر علينا بزاف دابا وهو المواقع الالكترونيه، الصحافه الالكترونيه كلها. دابا المهنه ديالنا كتعتمد على الخبر، والخبر دائما هو كيسبق في الصحافه الالكترونيه.
انا كيوقعوا لي بزاف ديال الحوايج هنا في البلاصه ديالي. كيجيو بعض الدراري الصغار مع والديهم، الولد كيبغي ياخذ مجيد ولا العربي الصغير، كيكون خص الدراري الصغار. الاب كيقول له وحده من جوج، يا اما غادي ناخذ لك العربي الصغير يا اما نديك ماكدونالد. دابا المشكل في الوالدين راه ماشي في الاولاد. الطفل هذاك اللي ربحت الجائزه ديال حول القراءه ولا كسيم جابت واحد النظريه جديده، هو القراءه مستشفيات العقول، وهي جابتها واحد البنيه صغيره في عمرها 9 سنين. اذا نتمنوا من الله ياخذوا الاباء والولاد وحتى الدوله تاخذ هذه العبره هذه ديال مستشفيات العقول. تبقى القراءة إذن هي ضرورة من ضرورات المعرفة والتثقيف والرقي بالمجتمعات، ووسيلة أساسية لتطوير المكتسبات المعرفية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.